بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا البروجكت هيومن ريسورس مانجمنت. كنا خدنا في المحاضره الاولى البروسيس بلان هيومن ريسورس مانجمنت، هي البروسيس الاولى، وقلنا دي الوحيده اللي في البلاننج. فاضل لنا الاكواير والديفلوب والمانج، الثلاثه دول قلنا في الاكسكيوشن. هنبدا النهارده مع بعض في اكواير بروجكت تيم، ازاي ان انا ابدا اعين التيم او اعين الافراد بتوع الفريق. عشان اعمل كده محتاج الهيومن ريسورس مانجمنت بلان اللي كانت اوتبوت في البروسس اللي فاتت، اللي بتقول لي ازاي هتعمل ايه في كل عمليات الجايه في الهيومن ريسورس مانجمنت، والانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز اورجانيزيشنال بروسس اسيتس. سريعا ندخل على التولز والتكنيك. اول واحد عندنا هو البري اساينمنت. مقصود بالبري اساينمنت هي التعيينات المسبقه. بمعنى ايه مسبقه؟ بمعنى لو كان في اثناء عمل الشارتر او قبلها حتى كان في مذكور ان حد معين هيبقى من ضمن الفريق، فده يعتبر بري اساينمنت، فهم الناس المعرفين اسما من قبل مرحله مثلا الشارتر او قبلها، او البروجكت السبونسر نفسه عايزهم ان هم يكونوا موجودين في التيم. طيب النيجوشيشن، النيجوشيشن يقصد بيها ان انا هتفاوض مع الناس المسؤولة على ان هي تجيب لي human resources، ان هي تجيب لي افراد، زي مثلا مدير شؤون العاملين او مدير احد الادارات، وانا محتاج واحد من الناس اللي عنده باعتبار ان هو functional manager، والمشروع عايز الشخص دوت اللي عند functional manager ده، فانا هعمل زي نيجوشيشن مع الناس ديت عشان ابدأ اخد resources اللي انا عايزها. ريتا هنا كانت تذكر بعض النصايح كده، when negotiating from within your organization، لما بتعمل التفاوض ده خلال او داخل المنظمة بتاعتك، know the needs of your project and its priority in the organization، لازم تبقى عارف احتياجاتك بالظبط، مش رايح تقول لهم عايز مهندسين وانت مش عارف الكواليفيكيشن، خبرات قد ايه، الليفل بتاع الخبره، هل 3 سنين 5 10 سينيور ليفل انترميديت ولا مانجمنت ليفل. فلازم تبقى محدد احتياجاتك بالظبط وعارف البريوريتي بتاعت مشروعك، هل مشروعك ده مهم جدا بالنسبه للمؤسسه ولا لا، عشان لما حد يرفض ان هو يدي لك ريسورسز ويقول لك اتصرف انت ما تبقاش زعلان، تبقى عارف البريوريتي بتاعت المشروع بتاعك داخل المنظمة عاملة ازاي. النقطة التانية تفهم ان الريسورس مانجر نفسه عنده الاشغال بتاعته، يعني مش قاعد فاضي، لما تقول له انا عايز ريسورسز وقال لك ماشي بكرة، ما تقعدش بقى تزن عليه مثلا كل شوية جبت لي الناس مش عارف ايه، لا لازم يعني ان انت تبقى مراعي ان هو عنده شغله. طبعا لا شك ان النصائح كلها يعني اوت اوف ريكورد شويه من البين بوك او منهجيه البين بوك، بس هي نصائح من ريتا. يعني dont ask for the best resource if the project does not need them، مش لازم ان انت تاخد احسن واحد في الدنيا طالما الاحتياج بس لواحد ان هو يفي الغرض، لان ممكن الشخص الكويس ده هيكلف المشروع ازيد من اللازم او يكونوا محتاجينه في احد المشاريع التانيه. Be able to prove why project requires stated resources, quantity and quality، مش معنى ان انت قلت انا عايز خمس مهندسين خلاص هيجيبوا لك الخمسه، لازم هيسالوك طب انت عايز ليه خمسه، فلازم تبقى قادر ترد على السؤال ده، يبقى عندك فكر معين، طريقه معينه حسبت بيها انت عايز ليه الكوانتيتي دي وعايز الكواليتي او الكواليفيكيشن المعينه دي ليه. Build relationship with resource manager and discover what he will need from you. يا resource manager انت محتاج ايه مني، بحيث ان انا ريبورتات معينة ابعتها لك عشان يبقى في ود والفة وعلاقة كويسة ما بينك وما بين resource manager، فيقدر ان هو يعني ايه يلبي طلباتك بشكل كويس. التول والتكنيك بعد كده acquisition. acquisition مقصود بيها ان انا اتصرف بقى بنفسي، ان انا يعني احاول ان انا اجيب من بره، مش لازم ان انا اعتمد على نفس الريسورسز بتاعت المؤسسة، ممكن المؤسسة ما فيهاش الاحتياجات اللي انا عايزها دي او الريسورسز اللي موجودين فيها محتاجينها المشروع تاني، فبالتالي ممكن ان انا اعمل acquisition بنفسي عن طريق ان انا يعني اشوف سب كونتراكتور مثلا او كونسلتنت ان هو ممكن يعمل لي outsourcing للعناصر اللي انا عايزها. الفيرشوال تيمز، لا شك ان عمليه الفيرشوال تيمز او فرق العمل الافتراضيه اللي هم بيبقى شغالين يعني ريموتلي عن بعد او الناس ما بتبقاش شايفه بعضها، ليها مزايا وليها عيوب، واحيان كتير يعني بعض المجالات بيحتاجوها بشكل كبير، خاصه لو ما فيش احتياج للكولوكيشن او الناس تبقى موجوده في مكان واحد.
من ضمن المزايا بتاعتها ان انا يعني السبيشال اكسبرتايز ممكن ان انا استخدمهم حتى لو ما كانوش موجودين في نفس المكان. بعمل مشروع في مصر وانا محتاج واحد كواليفايد قوي والراجل ده قاعد مثلا في اوروبا ولا في الخليج وانا محتاج ان هو يديني دعم. لا شك ان لو كان المشروع ما فيهوش ميزه الفيرتشوال تيم دوت مش هقدر ان انا استعين بخبراته، لكن لما ادخل الاوبشن دوت ساعتها ممكن ان الراجل اللي قاعد بره ده هيساعدني وهيعمل لي دعم بشكل كويس. وبعض الناس ما بترضاش تشتغل غير فروم هوم، فساعتها الناس دي يعني هبقى انا كسبتهم معايا ان هم ممكن ان هم يشتغلوا. والناس اللي عندها اعاقات لا قدر الله مثلا او عدم القدرة على الحركة برضو يعني مش هيبقى قادر ان هو يجيلي، بس ممكن عنده طاقة ان هو يقدر يشتغل معايا ويديني افكار كويسة، فده برضو هاخده في اعتباري وهيبقى موجود معايا في عملية الفيرتشوال تيم. احيانا يعني بعض الشركات برضو ايه بتقول طب احنا هنروح جنوب افريقيا مثلا نشتغل فيها، طيب هنعرف نجيب الريسورسز اللي احنا عايزينها ازاي؟ احنا في ريسورسز معينة هم دول الناس اللي بتعمل لنا الشغل، فبالتالي يعني مش هنقدر نروح بقى جنوب افريقيا وناخد الناس دي كلها معانا. فعملية الفيرشوال تيم بتسهل ان لا مجموعة قليلة هي اللي هتروح مثلا المكان البعيد ده، وبالتالي بقية الناس هتبقى بتخدم عليها عن طريق الكوميونيكيشن مثلا عن بعد، فبالتالي اقدر اخد مشاريع او اقدر اعمل مشاريع في اماكن البعيدة اللي ما كانش متوقع ان انا اعمل فيها مشاريع. العيوب بتاع الموضوع ده ان انا ممكن الناس عشان مش شايفين بعض ومش قاعدين قدام بعض ممكن يبقى فيه سوء فهم، يعني المعلومة ما توصلش بشكل كويس. لا شك ان الناس لما تبقى قاعدة في مكان واحد تعبيرات الوش وطريقة التوضيح، لو انا بوضح لواحد ببدأ اشوف في عينيه ان هو فهم ولا لا، فعيد تاني وهكذا، فبتفرق جدا يعني. فدي تعتبر من العيوب بتاعت موضوع الفيرشوال تيم. برضو من العيوب التانية ان انا في الشركة عندي ببقى محتاج دايما ان انا ابني الخبرات بتاعت الناس، يعني الناس تبقى ايه يعني كواليفايد بشكل اعلى، وده يعني عارف حاجة والتاني عارف حاجة تانية بيصبوا مع بعض، وده بيدي لده حاجة وده بيدي لده حاجة، فاقدر اعمل تنمية للفريق من عملية الكولوكيشن ديت. فغيابها بسبب الفيرشوال تيم بيأخر عندي حاجة زي كده او ما بتحصلش، يعني موضوع تشارك النوليدج والاكسبيرينس ما بين الناس وبعضها. بالاضافه لكده لا شك عشان الناس تتواصل يعني مع بعضها محتاج ميديا او وسط يعني او حاجه ان هم يتقابلوا فيها ويتواصلوا من خلالها، اللي هي بتبقى عباره عن برنامج مثلا احد البرامج الالكترونيه اللي من خلالها الناس سواء تتواصل مع مدراءها او هيتواصلوا مع بعضهم البعض. فدي لا شك ان هي ليها تكلفه، الكوست اوف ابلاينج كوميونيكيشن تكنولوجي. بعد كده عندنا المالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس، يقصد بيها ان انا لما اجي اخد قرار ما اخدش قرار يعني من وجهة نظر واحدة بس، لا اخد جميع المعايير في الحكم على الهيومن ريسورسز دول عشان يعني ما بقاش انا ببص بس من جانب واحد هو ده اللي انا شايفه مثلا وكده، زي موضوع الافيلابيليتي الكوست الاكسبيرينس، ما بقاش عايز اعلى واحد اكسبيرينس حتى لو هيكلفني كتير جدا، الابيليتي النوليدج السكيلز الاتيود، فلا شك اخد في اعتباري معايير مختلفة وانا بقيم الشخص نفسه اللي هيكون شغال معايا. الهالو افكت دي يعني عبارة عن ترمينولوجي كده بيقول ان بعض الناس بتميل ان هو يخلي الامبلوي ده او الموظف ده في يعني في بوزيشن مثلا عالي مش بتاعه بسبب ان هو شافه ان هو كويس في احد الحاجات. ومن احد الامثلة مثلا ان انا واحد استراكشرال انجينير وقوي جدا في موضوع الهندسة الانشائية، اقوم جاي معينه مدير مشروع بسبب ان هو قوي جدا جدا في الهندسة الانشائية. فمش شرط طبعا ان هو عشان قوي في احد الجوانب ان انا يعني اعمم ده على كل الجوانب وما اقدرش بقية مهاراته الادارية ولا القدرات بتاعته ولا العلم بتاعه الاداري، ممكن يبقى ضعيف في الحاجات ديت، فمش هينفع ان هو يكون بروجكت مانجر مثلا بس بسبب ان هو يعني جامد جدا وبروفيشنال في احد الخصائص زي الاستراكشر انجينيرنج، فساعتها بميل نفسيا كده ان انا ايه اعينه يعني في البوزيشن الاداري ان هو يفهم بقى في كل المهارات الاداريه وهكذا. فدي اسمها الهالو افكت. البروجكت ستاف اسايمنت هي تعتبر الاوتبوت الرئيسي عندي من العمليه دي، ان انا بعد ما عملت اكواير للبروجكت للتيم، البروجكت تيم نفسه عملت له اكواير يعني اكتسبته او عينته، فساعتها هيبقى عندي ستاف اسايمنت تعيينات للستاف للناس
اللي هي بسميها تسكين الناس على الوظائف. هنا بيقول لي لما الناس تتعين يعني ويحصل التعيينات دي هتعمل 3 خطوات. اول حاجة هتعمل دوكيومنتيشن للاساينمنت ده في البروجكت تيم دايركتوري. البروجكت تيم دايركتوري عبارة عن جدول او داتابيز موجود فيها اسماء الموظفين وقدام كل موظف مثلا البوزيشن بتاعه ايه وبيريبورت المين ومثلا الكونتاكت نمبرز بتاعته لو في رقم وظيفي له وهكذا. ده بيبقى اسمه بروجكت تيم دايركتوري. وفي نفس الوقت ببعت بقى الميمو للتيم ممبرز الباقيين اقول لهم ان احنا في فلان الفلاني ده شاركنا في المشروع وبقى موجود معانا وبقى احد الافراد ودي الكونتاكت بتاعته تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاه وده الجزء من الورك باكجز الخاصة بالدبليو بي اس مثلا ده الوركس اللي هي مسؤول عنها فلان الفلاني بحيث ان انتوا لو عايزين تتواصلوا معاه بخصوص المهام دي يعني responsibilities بتاعته. وبالاضافة لكده بزود اسمه في الorganization chart. الاوتبوت التاني عندي هو الresource calendar. لا شك ان انا لما بعمل عملية تعيينات للناس بدأت اعرف بقى طيب الناس دي يعني متاح ليها انها تشتغل امتى، عايز تاخد اجازاتك امتى، ايه هي الايام الاوف، هل انت مثلا شغال في المواقع فبالتالي شغال 6 ايام او 7 ايام ولا هل انت شغال في المكتب شغال 5 ايام او 6 ايام. فبالتالي بعمل كالندر ليهم الاجازات المتوقعة بالنسبة لك امتى كاجازة سنوية. فببدأ ان انا اطلع كالندر للريسورسز بتاعتي. البروسيس اللي بعد كده هي ديفلوب بروجكت تيم. مقصود بالديفلوب بروجكت تيم ان انا اطور من مهارات وقدرات الناس بحيث ان هم اوصلهم بقى لمرحلة الابداع بقى الناس ايه يعني بتبقى شغالة بالكفاءة الفول كاباسيتي بتاعتهم. يعني عشان اعمل الموضوع ده محتاج الانبوتس بتاعتي اللي هي هيومن ريسورس مانجمنت بلان والبروجكت ستاف اساينمنتس الاثنين دول والريسورس كالندرز اللي كانوا طلعوا من البروسيسز اللي فاتت. التولز والتكنيكس نبدا فيها سريعا. اول حاجه عندي انتربيرسونال سكيلز او بسميها السوفت سكيلز. علشان اوصل بالتيم ان هو يبقى في مرحله كويسه من التفاعل والايجابيه والناس يعني تبقى بتبدع ويعني فاضيين فعلا للشغل ودماغهم مصحصحه للشغل مش شغالين وهم سرحانين مثلا او مش شغالين وهم قلقانين، لا شك ان انا عايز ادرس مشاكلهم ايه واحل المشاكل اللي عندهم. احاول ان انا ازود موضوع التفاعل ما بين الناس والتعاون ما بينهم. لو واحد عنده تنشن من شيء احاول ان انا اقلل التنشن دوت او القلق من ده، خاصه الناس مثلا في نهايه المشاريع بتبقى مثلا قلقانه من 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 مثلا ان هي هتنتقل منين لفين وهتعمل ايه، او حتى مثلا في بداية المشروع بيبقى بعض الناس هيبة شكل المشروع خاصة لو الكونتنتس بتاعته او محتوياته او مكوناته جديدة عليهم ومفهمهاش. لو محتاجين مثلا مهارات معينة لازم ان انا يبقى فيه يعني رسائل طمأنة كده للناس مع التدريب والتوعية ليهم ومحاولة لم شملهم يعني بحيث ان هم يحسوا ان هم اسرة واحدة ويبقى فيه تعاون ما بينهم. احيانا برضو بتلاقي مثلا ايه تنافس ما بين بعض الناس والبعض الاخر وده بيحاول انه يظهر كويس والتاني بيقلق ان ده شكله كويس وانا مش كويس مش عامل زيه. لا احاول ان يعني روح التنافس لو كانت موجودة ما يبقاش فيه اي كره ما بين الناس وبعضها، يبقى كل واحد يعني ايه اخ لزميله في العمل يعني بحيث ان هي تبقى في النهاية اسرة واحدة ما يبقاش فيها مشاكل، يبدأ الناس يوصلوا لمرحلة الانتاجية العالية. من ضمن السكيلز دي الكوميونيكيشن سكيلز، ايموشنال انتليجنس، الكونفليكت ريزوليوشن، نيجوشيشن، انفلوينس، كرياتيفيتي اند تيم بيلدينج، انكورج تيم كوميونيكيت هونستلي، استابليش اند مينتين تراست. طيب التول والتكنيك الثاني اللي عندي موضوع التريننج. بعض الناس بيقلق مثلا لما بيجي يدي تريننج لحد هيقول طب انا كده بدفع فلوس زيادة. لا الفلوس مش زيادة، انت عشان الشخص يعمل لك الحاجة بكفاءة اعلى وفي وقت اقل لا شك ان هو ممكن يكون محتاج تدريب في حاجة معينة مثلا وليكن مثلا في برامج الكمبيوتر، محتاج تدريب في شغل الموقع، محتاج تدريب في كيفية استلام الاعمال، كيفية تنفيذ مهارات. لا شك ان التدريب ده بيعود على المؤسسة نفسها كمان بالنفع. لما هو بيبقى مش عارف مثلا في برنامج اكسل مثلا مش عارف الفانكشنز اللي ممكن يعمل بيها الاوامر او التقارير بتاعته بشكل سريع او الكالكوليشنز بشكل اسرع، فلا شك ان هو يعني لو
لو دربته مثلا واديته التريننج المناسب، ساعتها ممكن ان هو يوفر لي في الوقت بتاع الشغل ويديني انتاجية اعلى. فالتدريب لا شك ان هو مهم جدا. Enhance competences to reduce overall project cost. عندي نوعين من التريننج، واحد فيهم scheduled واحد فيهم unplanned. الscheduled معناه ان هو بيبقى مكتوب في الـ Human Resource Management Plan ان انا هدي تدريبات على حاجات معينة، ممكن تبقى في التكنيكال، ممكن تبقى في الكوميونيكيشن سكيلز، في الاي تي، وان انا التدريبات دي هتبقى ليها مواعيد معينه مجدوله يعني. وفي انبلان تريننج تيكس بليس، بتحصل لما يحصل عندي مشكله ان انا الاحظ ان حد معين عنده قصور في حاجه، ما بيعرفش يستخدم التول دي بشكل كويس، يبقى اخده ان انا ادربه عليها. بعد كده في التولز والتكنيكس عندي الجراوند رولز. الجراوند رولز يقصد بيها القواعد اللي هي حاكمه للتعامل ما بين الناس وبعضها، ايه هي السلوكيات المقبوله وايه هي السلوكيات الغير مقبوله. لا شك ان نظريه الثواب والعقاب مهمه جدا. احيان كتير لما بيبقى في يعني ثواب بس او ما فيش عقاب، او حتى ما فيش ثواب وعقاب، بتحصل مشاكل كتير. الناس دايما كتير منها بيبقى يعني عشان ان هو يبقى ملتزم بالتعليمات محتاج ان هو يبقى عارف ان في فعلا عقاب. لو ما فيش عقاب وعارف ان خلاص يعني ما التزمت بالتعليمات، ما التزمتش فمش هتفرق، فبالتالي كتير من الناس يعني بيأثر في واجباته وبيكسل، ممكن بيبقى سلوكياته مش كويسة مع بقية أفراد الفريق، مع المدراء بتوعه. فلا شك ان محتاجين دايما ان يبقى فيه رولز، ودي يعني بتبقى مشكلة دايما كبيرة في الشرق الاوسط بالذات، ان الرولز نفسها مش موجودة. احيان كتير بنبص مثلا للغرب وبنقول الناس دي يعني منظمة وشغالين كويس وعندهم يعني روح عالية جدا وبيعملوا الحاجة بإيجابية وبيعملوا الحاجة بنظافة وبشغل متقن. لا، هو الفكرة ان هو فعلا عندهم رولز، هو الناس يعني مش بيعملوا كده بس عشان هم بيحبوا فقط يعملوا الحاجة الحلوة، والناس اللي في الشرق الأوسط أو في الدول العربية ما بتحبش تعمل الحاجة الكويسة. لا، الفرق فعلا في الجراوند رولز، دايما محتاجين يبقى فيه رولز ثواب وعقاب وبتتطبق. يعني جايب لنا هنا بعض الأمثلة زي how should team member resolve conflicts with others، لما يحصل مشكلة ما بينه وبين الناس يحلها ازاي. هل ان هو بيبقى فيها حاجة ودية ما بينهم، بيروح لمدير المشروع، بيروح لشخص معين، بيبقى فيه حاجة مكتوبة ولا لا، في بروسيجر معين معمول للكلام ده عشان ما يتصاعدش الكونفليكت اللي ما بينهم. Who is authorized to give direction to contractors، مين يعني عنده الصلاحية ان هو يدي التعليمات للكونتراكتورز، عشان محدش يعني يبقى زعلان ان ليه فلان هو اللي كلمهم وانا اللي ما كلمتش. طب انا اتكلمت ده كده غلط ولا صح؟ انا كان المفروض مش انا اللي ادي التعليمات، مش انا اللي اوقف الشغل، مش انا اللي اقول للمقاول اعمل كذا كذا، مش انا اللي ازود عليه حاجة. لا، ابقى عارف صلاحياتي ايه، ويبقى كل واحد معروف مين هو الصلاحيات بتاعته ومين اللي بيخاطب المقاول. acceptable behavior during meetings، احيانا كتير في الميتينجز بتلاقي معتاد بقى دلوقتي الايه التليفونات والرنات بتاعتها، ان واحد يقاطع كتير، ان واحد وهو يعني فجأة كده طلبت معاه ان هو يطلع بره يقوم جاي طالع من غير ما يستأذن او حاجة. فضروري جدا برضو ان يبقى فيه ايه ground rules للميتينج نفسها، للاجتماعات. التول والتكنيك عندي اللي بعد كده هو التيم بيلدينج اكتيفيتيز. مقصود بالتيم بيلدينج ان انا اقوي روح العلاقة ما بين الفريق، بحيث ان هو الناس تتعاون مع بعضهم يعني بشكل فعال، ويبقى فيه انجاز للاعمال بشكل كويس. يعني handle team members problems and discuss them as team members issues. كتير من الناس مثلا يعني بيشتكي ان المدير بتاعه ما بيتجاوبش معاه، هو طلب منه ان هو عنده مشكلة معينة وما بيحلولهش المشكلة دي. مثلا مشكلة ان هو بقى محتاج مثلا تولز معينة، كمبيوتر له مواصفات معينة، محتاج يقعد في مكان معين، محتاج يبقى مثلا بيتعاون مع فلان الفلاني، طب لا خليني معاه في نفس الغرفة مثلا او في نفس المكان. بيبقى في احتياجات لا شك عند الناس نفسيا، بتبقى مهم جدا ان انا اعمل لها هاندلنج للكلام ده عشان الناس ما تبقاش قاعده يعني قلقانه. مثلا واحد قاعد قدام الشباك، واحد قاعد قدام المكيف، الكلام ده كله يعني لو انا ما ريحتش الناس مش متوقع ابدا الناس هتديني بيرفورمانس بشكل عالي. يعني
introduce appropriate reward and recognition. ضروري جدا لتحفيز الناس ان يبقى فيه نظام للمكافآت ونظام للتقدير الناس او تمييزهم باعتبار مثلا الشغل بقى بتاع افضل مثلا موظف خلال الشهر ده او خلال الفترة ديت، او ان انا اكافئه مثلا بمكافأة مثلا ليك باركينج معين مثلا في المبنى بتاع الشغل مثلا، او ان انت هتقعد في مكان مميز مثلا في مكتب لوحدك. بعض الحاجات العينية دي بتبقى يعني ليها واقع كبير جدا عند الناس. يعني manage conflicts effectively. لا شك ان لما بيحصل conflict ما بين الناس بيبقى له اثر جوه القلوب، يعني بيفضل، يعني لما في اتنين بيتعارضوا ولو حتى التعارض ده يعني كان بالكلام بس بيفضلوا شايلين من بعض بشكل ما، فده بيأثر على الشغل بعد كده، لان بيجي واحد منهم يطلب معلومة من التاني بيبقى بقى عايز يضره، مش بس مجرد انه مش هيديها له، لا ده طب تعالى لي بقى، مش انت كنت بتتجادل معايا وبتتخانق معايا وشايف نفسك يعني فاهم اكتر، طيب تعالى بقى انا هوقعك بقى، انا هخليك تدخل في الحيط. ويبدأ ان هو يحاول انه ايه يدي له معلومات بالخطأ، يحاول ان هو يوقعه وهكذا، وده على حساب الشغل يعني في النهاية. فلا شك ان انا لما بعرف ان في كونفليكت ما بين اتنين او ما بين مجموعة من التيم بحاول ان انا احله بفعالية، بفعالية مقصود ان انا احله للنهاية، مش احله بس يلا تصالحوا البعض ومعلش انت طيب طب تعالى على نفسك شوية عشان خاطر هو مش حلو ومش عارف ايه والكلام ده. يعني بتحصل كتير جدا ان بعض الناس بيفتكر ان هو حل لما يجي يشوف مثلا طب مين فيهم الطيب اللي انا اقدر يعني اجي عليه شوية، ومجا قال له معلش طب تعالى على نفسك انت اصل هو يعني انت عارف دماغه ناشفة ومش عارف ايه. طيب ما انت كده ما حلتش، انت يعني جيت على الطيب وانت عارف الريسبونس المتوقع ان هو يقول لك اوكي خلاص، فقال لك اوكي طيب بس من جواه لسه ما زال شايل، يعني فده مش حل فعال. يعني الحل الفعال لابد ان هو يمنع السورس نفسه او السبب الاصلي للمشكله ويقضي على المشكله نهائيا. Provide good leadership. لا شك الفرق ما بين الليدر والمانجر كلنا عارفينه، يعني المانجر ده بيبقى ناس عمال يوجه الناس بس وخلاص، لكن الليدر بيبقى ايده بايديهم كمان، مش شرط ان هو ايده بايديهم يعني بينزل يشتغل بايديه في الموقع، لا اقصد ايده بايديهم يعني هو قدوه ليهم، انا باجي بدري اهو زيكم، انا بروح متاخر زيكم، انا عندي شغل كتير زيكم، دي مش عارف تحلها طب تعالى نحاول ندردش فيها مع بعض كده نشوف تتحل ازاي وهكذا. فالليدر بيختلف جدا عن المانجر، فالناس محتاجة الليدر عشان ينشطهم ويحفزهم ويبقى يعني هم مكسوفين كده، طب الراجل المدير نفسه شغال كده امال احنا يعني هنشتغل قليل ليه. ال promote trust and open communication among team members. ضروري جدا ان يعني افراد الفريق اي حاجة مثلا مخاوف تكون عندهم او معلومة مثلا عندهم يفضل ان هم يصرحوني بيها كمدير مشروع. لما بيبقى في ثقة واوبن كوميونيكيشن ما بيني وما بين افراد الفريق، لما بتحصل اي حاجة مثلا غلط، غلطة في الشغل، نفذ حاجة مثلا في الموقع بشكل غلط، حط الاسياخ غلط ومفيش وقت ولازم يصب، لو مفيش open communication ما بيني وما بينه هيصب وهيقول مش مهم انا هشوفهم فين بعد كده تاني، يلا خلي الشغل يضيع. فلا شك لما بقى فيه open communication ما بيني وما بين الناس وتراست، ده اهم جدا من ان انا اعدي كل يوم على الموقع واقعد ازعق واقول للناس انتوا ما بتشتغلوش وانتوا ما بتعملوش ومش عارف ايه، ما اقول لما بيحصل مشكلة هيخبوا عليا مش هيقولولي، لا انا ضروري لما بقف اتكلم مع افراد الفريق وبعدي عليهم مثلا في الموقع او في المكتب او في اي مكان ضروري ان يبقى في حوار مفتوح ما بيني وما بينهم وألفة، ولما اعرف ان في مشكله ما اجيش ان انا اعاقبه بقى واقول له انت عملت المشكله دي ده انا هبهدلك ده انا مش هقعدك في الشركه انا مش عارف ايه الكلام ده، بحيث ان انا ما خوفوش ما اكسرش الثقه المتبادله اللي ما بيني وما بينه. مهم جدا ان انا انميها عشان ابقى عارف خبايا المشروع، عشان ابقى عارف كل حاجه، عشان الناس هي اللي تيجي تقول لي حصل كذا كذا كذا، مش ان انا يبقى الناس بتداري عني. WBS creation is a team building tool. يعني دي من ريتا كده، هو احد وسائل التيم بيلدينج هو ال WBS، بسبب الناس كلها بتبقى عارفة يعني الدور كل واحد ايه، فبالتالي انا عايز اروح للحاجة الفلانية خلاص هروح لفلان الفلاني، وكل واحد معروف دي الريسبونسبيليتي بتاعته، فبتبقى الناس قاعدة مرتاحة يعني وايه وفي بينها تيم بيلدينج عالي يعني. وهنا برضو بعض النصيحة التانية في الميتريكس اورجانيزيشن، يقصد بيها ان انا لما بقى
في اورجانيزيشن الموظف له اتنين مدراء، له اتنين مدراء، المدير المشروع والفانكشنال مانجر. طيب مدير المشروع عايز ان الموظف ده يسمع كلامه، طيب هعمل ايه عشان يسمع كلامي؟ ما هو في النهايه اللي بيديله تقييمه واللي بيحدد له راتبه والكلام ده كله هو الفانكشنال مانجر، هو ده مديره. طب هيسمع كلامنا ليه؟ ما هو هيبقى يعني بيتدلع عليا شويه. طيب عشان الدلع ده محتاج ان يبقى فيه يعني نوع من انواع البروموشن او التحفيز اقصد، لان هو مش هيقدر يديله بروموشن ولا هيقدر يديله مثلا علاوة او ترقية او كده، لكن من خلال ريورد سيستم مثلا بسيط، ان هو يبقى فيه مكافآت سواء كانت عينية او مكافآت معنوية. الحاجات دي بتفرق جدا وبتخلي الراجل اللي هو يعني واحد في التيم ممبرز وانا مش المدير الرسمي بتاعه، بيخليه ان هو يسمع كلامي برضو بسبب ان هو عارف الموضوع الريكوجنيشن او الريورد سيستم. التيم ديفلوبمنت ستيجز، الفريق دايما بيمر في المشروع بخمس مراحل. المرحله الاولى اللي هي فورمينج، يعني تكوين او تشكيل، ان انا لسه بجمع الفريق. ستورمينج، اول ما الفريق بيتجمع في بدايه المشروع الناس بتبقى يعني ايه قلقانه من بعضها، وده عايز يطفش ده وده عايز يثبت نفسه وانا الاحسن، وانت جايبينك عندي ليه؟ انا ده انا بشتغل احسن، هم ليه يجيبوا واحد تاني؟ طيب ما انا كنت بقوم بالشغل كله. فبيبقى الان لحسن هيمشوني ولا ايه؟ فدي مرحلة الستورمينج. بعد الستورمينج بيبدأ موضوع النورمينج، او ان العلاقات تبقى عادية، او يعني الناس يبقى فيه تطبيع ما بينهم وما بين بعض، فيبقى الناس يعني خلاص بدأوا ان هم يشتغلوا وفاهمين بعض وعارفين يعني ايه ان ده مش جاي ياخد مكاني، وانا لا انا مكاني معروف، وما فيش بقى المشاكل اللي ما بين الناس. مع الوقت بيوصلوا لمرحلة البرفورمينج، الناس بقى فيه بقى ألفة زيادة كمان ما بينهم، فبقوا يوصلوا لمرحلة الإبداع، بقى كل واحد يعني مش مجرد بس ان انا عارف انت شغلتك ايه فانت ليك حدودك وحدودي، لا كمان ده احنا بنحب بعض وانا بساعدك كمان في حاجتك مثلا، وممكن اديك افكار مثلا وهكذا. فدي مرحلة البرفورمينج، وبتفضل بقى لاخر المشروع لغايه ما يبقى فيه اجورنينج، اللي هو ان انا بعمل فايرنج للناس او ريليز للريسورسز. التول والتكنيك بعد كده عندي اللي هو كولوكيشن. كولوكيشن مقصود بيه تجميع الناس في مكان واحد بسبب ان هو يعني زي موضوع الورك ستيشن مثلا، او ان هم يبقوا في ميتنج روم مثلا، باعتبار ان انا عايز منهم افكار اكتر وتبادل للافكار بشكل عالي، يبقى في حاجه زي البرين ستورمينج يعني ما بينهم. فبجمعهم في مكان واحد وابدا ان انا استشيرهم واخد منهم الافكار بالشكل اللي انا عايزه. هنا ريتا كانت بتسميها وور روم او غرفة الحرب، يعني بتقول وور روم دي سنترال لوكيشن فور بروجكت كوردينيشن يوجوالي ويز دبليو بي اس، يعني في حاجات متعلقة على الحيطة، دبليو بي اس والنتورك والسكيدجول وهكذا، كل ده متعلق على الحيطة، بحيث ان ايه محتاجين اي معلومة واحنا بنعمل المناقشات دي ابدأ ابص عليها واجيبها من الحيطة على طول وهكذا. التول والتكنيك بعد كده عندي هو البيرسونال اسيسمنت تولز، الادوات بتاعه تقييم الافراد، بيرسونال اسيسمنت تولز. يقصد بيها ان انا اعمل للناس زي استبيانات يعني وانترفيوهات وكده، باعتبار ان انا اعمل لهم تقييم للمهارات بتاعتهم، ازاي بيعرفوا يفكروا، ازاي بيرتبوا الشغل، ازاي بيحللوا المشاكل، ازاي بياخدوا قرارات وهكذا، بحيث ان انا ايه يعني اعمل لهم تقييم. التقييم ده مش بهدف ان انا امشيهم، مش بهدف ان انا الوحش ده قام جاي خلاص اعمل له فايرنج واقول ده انا مش عايزه، لا، الهدف ان انا اعمل افهم العيوب بتاعت كل واحد فين وابدا ان انا اقويها، يعني اعرف النقص عنده فين وابدا ان انا اقوي النقص اللي عنده ده. These tools provide improved understanding، فهم للفريق، والcommunication التواصل، وtrust among the team. طيب الاوتبوت عندي من العمليه دي هو التيم performance assessments. الاسسمنت ده ممكن ان هو هيبقى هارد كوبي او سوفت كوبي على حسب التول اللي انا شغال بيها يعني، بس ببقى بقول للناس مثلا وانا بعمل لهم الاسسمنت يعني اكتب مثلا الاوبجكتيفز بتاعتك،
هي مثلا مهاراتك في الكمبيوتر، مثلا مهاراتك في السوفت سكيلز وكذا، وابدا احط له مثلا ايه تارجتس. طب السنه الجايه متوقع مثلا هيبقى عندك ايه اهداف تانية، ايه هي الاهداف اللي بتحاول تسعى ان انت توصل لها، ايه مثلا الامبروفمنت في المهارات بتاعتك، عايز تزود ايه، عايز تزود مثلا كورسات معينه، عايز تزود في الشغل بتاعك مثلا تارجتس معينه، او تزود حاجه معينه، او تعمل امبروفمنت لبعض البروسيسز للدوكيومنتس للشغل بتاعك بشكل معين. وكون ان انا برسم له خطه او ديفلوبمنت باس، يعني مسار للتطوير، المسار ده هو بيبقى حريص عليه بعد كده، بيبقى عارف ان هو هيجي السنه الجايه في نهايه السنه ويتسال انت التارجتس اللي انت حطيتها السنه اللي فاتت دي او في اخر مره تقييم، هل حققتها ولا لسه ما حققتهاش، لان بتبقى مكتوبه وريكوردد مسجله، فعارف ان هو هيسال عنها، فبتدي له يعني وسيله ودافع ان هو يبقى ايه حابب انه يحسن فعلا من مستواه زي ما وعد عند التقييم الاولاني. وبكده يبقى خلصنا الجزء بتاعنا، المحاضرة التانية من شابتر البروجكت هيومن ريسورس مانجمنت. موعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء مع الجزء الاخير من المحاضرة دي.